شحال من واحد يقول لك يا خويا ابراهيم عندي الضغط نتاع السكر، يعني فيك السكر اليوم. السكر ساهل مهلا نجدها لكم، عينا مورق الزيتون وعينا مورق السدر، ولكن دروك حنايا عندنا عشبه ساهل ساهله مهلا للسكر، صالحه كل المفاصل، صالحه كل الفاشل، صالحه كل البصر، صالحه كل الهضم، راها زوينه بزاف وهي سهله وخاصكم ديما تبعوها. حنايا كنمشيو للسوق وكنشريو الذره، لكن ملي كنشريو الذره كنرميو كناكلو الذره وكنرميو هذاك الشعر. هذاك الشعر راه فيه منفعه زينه، هذاك راه فيه منفعه زينه للعين، غير شوي حرمل وشوي جاوي وترميه معاه تما جاوي احمر ولا جاوي ابيض، وترميه تما معاه شويه خزامه وترمي معاه هذا الشعر نتاع الذره، وهذا هو الشعر نتاع الذره ترميه معاه، راه زين للعين تابع لكلشي للحس كلشي ساهل ماهل. حنايا اليوم عندنا الضغط نتاع السكر، حنايا غادي نجيبو واحد شويه هاكا، غادي نجيبو واحد شويه، ها هو الشعر باش نعقلو عليه، الشعر ديال الضر، غادي نجيبو حنا واحد شويه وغادي نديرو هنايا في الكاسرون. إلا كان خضر حسن، إلا كان خضر حسن نجيبو خضر حسن، بصح إلا مكانش شدوه يابس وتيبسو، تاني كنعاود تطحنوه، تاني كنعاود تشدوه وتطحنوه. ومن تطحنوه تاني كي تبقاو ديروا معايا القا صغيره في الحليب ولا في الماء وتشربوه، راه تقبط. حنايا جبنا في الكاسرونه، الكاسرونه جبناها شويه ونديروها هنايا، الا كان خضر مزيان، الا ما عندكوش خضر يابس تاني كي ينفع، بصح خضر ينفع حسن. نجيبو كاس ديال العنبه نخويه هنا، نفيضوه 10 دقائق، 10 دقائق نصفيوه ونشربوه على الخوا في الصباح وفي الظهر وفي الليل. واللي بغى دير اليوترو ديال الماء، اليوترو ديال الماء ديرو وتزيد معاه واحد شويه، تزيد كثر نديرو هكا، ندوبليو الماء العبار ندوبليوه نديروها هكا ونطيبوه في اليوترو ديال الماء، باش منبقاوش كل مره نطيبوه، نطيبوه في اليوترو ديال الماء، ونشدو كاس ديال العنبه نعبرو ونسخنوه ونبقاو نشربوه في الصباح وفي الظهر وفي الليل على الريق، راه دقة بطلة للسكر، للمفاصل، للهضم، للفشل. راكم نتوما مفرطين في هادشي، راه كنديرو بكري، راه زوين تاع ديك البخور وكلشي. نعاود ليكم، حنايا غادي نشدو، حنايا غادي نشدو، غادي نشدو ديال النوع تاع تدخل الكوزينه، غادي نشدو حنايا دوبلي إلا بغينا، دوبلي إلا بغينا نديرو اليوطرو ديال الما، ليتر ديال الما إلا بغينا نديرو، نديرو هاد شويه مع نكونو عبرنا اليوطرو ديال الما، نديروه هنايا نطيبوه 10 دقايق ونصفيوه. ونديرو في كيس مدافع على برا، واللي بغا ديرها في الثلاجه ديرها في الثلاجه، بصح من نبغيو نستعملوه نسخنو، نشدو كاس نعبرو في الكاسرونه ونسخنو ونشربوه في الصباح وفي الظهر وفي الليل على الريق. ومادا بيكو تصرو واحد شويه عاد تشربو، عاد تاكلو، يلا عاد تاكلو، لان خاصها يخدم في الذات ديالنا وخاصكو تداوموها وراها زين، لان حنا عينا مورق السدر وعينا مورق الزيتون. نديرو هادي، وتاني كاين اللي عندها اللي بغات تزيد عليه ورق التي، ورق الكرموس راه كنزيدوها في البادية يعني، تشدو هذا ورق الكرموس راه عندي انا ما جبتوش، يعني التي نزيدوها معاه هنايا ونفيضو، دقة بطل السكر، غادي ينفعكم بزاف، كنبغيكم وكنموت عليكم، ويا ربي تكون عجبتكم هاد الوصفة، بصح تبعوها، راه مزيان هاو، الشعر نتاع الذرة، ورقة، ورقة ديال الكرموس يعني ديال التي. ونديروها معه، واللي ما عندهاش ديرها غير بوحدها، الا كان خضر حسن، والا ما كانش ديريها يابس، ثاني كنطحنو ومعلقه في الحليب ولا في كاس ماء سخون وتشربها، راه تقبط. كنموت عليكم ويا ربي تكون عجبتكم الوصفه. اها السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين مع صحيح الحراره؟ راني نسجل لكم في البارتمان ديالي فين نخدم، هذه هي البارتمان فين كنخدم، ما كنسكنش بها بصح كنخدم فيها. نكمل لكم الوصفه ديال السكر، لان كنت قلت لكم تزيدوا معها ورق التين. غادي نشدو حنا ورق التين، يعني ورق الكرموس، ها دوك راه كاين ورق الكرموس ما يبس حتى للشتا. غادي نجيبو حنا ورقه نغسلوها مزيان ونديروها في الكاسرونه هنايا، وغادي نجيبو شعر الدره. كاين اللي ما قالت لك ما عارفاش الشعر نتاع الكوال، هو واحد الدره كيكون فيها الشعر، واخا تجمعوه وتيبسوه وتطحنوه ديما ينفعكم. ها دوك راه عندنا خضر، راه موجود الدره، انا شريتها مع هاد الشيموه، ها شريت 4 بأورو، 4 بأورو شريتهم، ها
واحد الشينواسي حداديه، وكاين في كاريفور، كاين في الميركادونا، قلبوا عليه تلقاوه. الكورت انجليش كاين تاني، الكورت انجليش وكاريفور شدو. ها هو الشعر متعذر، هو هذا غادي نجيبوه نغسلوه حتى هو ونديروه هنايا. اللي بغات تطيب دير كاع قرع يطر ديال الماء، احسن باش ما تبقاش كل مره تطيب صحاب السكر. يا ربي شافي وصالح تاني كل الكوليسترول والمفاصل. غادي نجيبو قرعه ديال الماء ونطيبو كامل هذا ونصفيوه ونرجعوه نخليوه يبرد واحد شويه، ما نديروش سخون، خليوه حتى يبرد ونعمروه تاني كاين في القرعه ونبقاو نشربو في الصباح في الظهر فوق ما بغيتو تشربو تشرب، يعني فوق ما عطشتو تشربو. راه صالح الكوليسترول، صالح للسكر، وصالح للمفاصل. هذا راه ساهل وتبعوه. هاي ورقتين هو باين، يعني الكرموس نجيب واحده نقطعوا لها حنايا هنا، لان الحليب صالح للتولات، صالح للاكزيما، لكلش. غادي نهضر لكم عليها، نشدوها. راه حنا درناها هنايا وشويه ديال متعذره الشعر، متعذره متعذره ما عرفتش قالك منين. وحده سمعت من قلت كاس العنبه، يمكن من الجزائر مسكينه ما عرفتش، قالت لي واش هو كاس العنبه. كاس العنبه يا اختي حنا عندنا واحد الكيسان كنعبروا بهم، الكيسان اللي كنشربوا فيه الماء كيقول لك كاس ديال العنبه. هذا الصبر نوري لا لا تمشي تحسبها مسكينه شي عشبه ولا الكاس. كاين واحد الكاس شويه كبير على هذا، يعني نقولوا له كاس العنبه، يعني غير الاسم ديال الكاس. هو خاص يكون، حنا خصنا الماء يكون عامر غير عبار، ولكن الا بغيتي ديري بقرعه لا تحسبيه عشوب ولا كنموت عليك وراه مسلم عليك. الكاس اسم الكاس، كاس عنبه بصح يكون كبير على هذا. هذا صغار، انا ما عنديش الكبار في الدار فعلا كان عندي، ولكن هنايا في البارط ما عندي غير شي حاجه ديال الحوايج، ما كنسكنش هنا قليل فين نتغدى. واللي ما بغات تجيب غير كاس تعبر تاني كاين وطيب وديرو في الكاسرونه وطيب وتشرب. من الاحسن وهما ديرو يوترو ديال الماء وفوق الماء عطشتو تشرب، راه زين الكوليسترول وزين السكر وزين المفاصل، راه زين بزاف. هذا شعر الدراري نتوما اللي مفرطين فيه، راه دقه بطله كينقص ضغط السكر ها في الدم، راه زوين بزاف. تبعوه راني قلت لكم غير الشعر بوحده، وراني زدت لكم التين كما كدير له ورق التين كما كديرو في الجلده ديالي. هو هذا ها التين راه باين، يعني ورق الكرموس. كنموت عليكم ويا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفه، وغادي نلاقي هذا الفيديو مع الفيديو الثاني. وكنموت عليكم وخاصكم تتبعوا، هذه راه سهله وكلش. كانت وحده قالت لي على الكلاوي وعلى المراره، ما غاديش ننساكم، راني غادي نديرها لكم، لاننا فككت الحجر شريتها من لهنا، هرست الحجر شريتها من لهنا غير تراب حاشاك وخنز، بصح انا قلعتها من عندي فين نسكن انايا تما وصفيتها ونشفتها وكلشي مزينتها. غادي تشوفوا الفرق، بصح خصني نصورها لكم في الدار. كنموت عليكم وبسلامه عليكم. غادي نصور لكم ها الشعر فين كل لاصق، شفتوا شفتوا الشعر متعطر، ها الشعر متعطر شفتوا، وهذا الكبار. شحال من وحده سقساتني على الخيط الاحمر نتاع سبعه ديال العقدات، غادي نشرح لكم عليه. راه عندي انايا، بصح انا خادمو بشلا حوايج ماشي بحال دوك اللي كيشريوه في الشاطيه، انا راني كنبيعهم. ها ورقتين، ها الدرا، ويعني هذا الشعر اللي كل لاصق فيها كاين اللي ما عرفتش مساكين. ونديرو هنايا في وحده ديال التين وشويه ديال الشعر، هو هذا اللي ما تعرفوش الشعر. وتقدروا التين دروك الوراق الورق نتاع التين تشدوه وتيبسوه وتطحنوه، تاني كاين هذا الشعر تاني كاين تشدوه وتطحنوه وتخليوه للشتا باش تحتفظوا به. تاني كاين من تخلطوه ديروا غير معلقه صغيره في الماء وتشربوا من يكون يابس. كنموت عليكم ويا ربي تكون عجبتكم الوصفه.